أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد دولة الكويت الشقيقة. وأعرب جلالة الملك المفدى حفظه الله خلال الاتصال عن خالص تهانيه لسموه بمناسبة تعيينه وليا للعهد بدولة الكويت الشقيقة، وتمنى جلالته لسموه التوفيق والسداد لخدمة وطنه وتحقيق تطلعات شعب الكويت الشقيق من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وأن يديم على سموه وافر الصحة والعافية. من جهته أعرب سمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على التهنئة، داعيا الله عز وجل أن يحفظ جلالته وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان والرفاه في ظل قيادة جلالته حفظه الله ورعاه.